اول حاجه دي هديه قول. ليكي في الشهر ده، ايوه عايزه ولكل هديه. واحد سامعني، اكتر عمل تعمليه في الشهر ده ايه؟ يلا ايه؟ قولي واديكي صيام. جايزه. نعم، صيام الصيام. جدع. ها، عمل الخير. طيب اكتر شيء يا اخوانا تكسروا منه، طبعا هي كلامها صح، ما اقدرش اخطئ المذيعه البرنامج برنامجها وتقول لي عايزاه. فعلا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكسر جدا من الصيام في هذا الشهر، انما الوصيه اللي وصاها لك النهارده لشهر شعبان عبادتين. العباده الاولى ان تكسر من الصلاه على سيدنا رسول الله صلى صلى الله وسلم عليه عليك وسلم. على هتقول محمد لي وعلى ليه محمد. الاستاذه دعاء تقول لي مش معنى؟ هقول لها لان في هذا الشهر نزل قول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الامر الثاني وده مهم جدا، اننا في رمضان نلتمس قبول الاعمال، وقبول الاعمال لا يكون الا اذا فتحت لنا ابواب الاعمال، وابواب الاعمال لا تفتح الا بالصلاه على سيدنا رسول الله. قال الله عز وجل في حديثه القدسي لسيدنا النبي: وعزتي وجلالي لو استفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم الا ان ياتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. العبادة الثانية ودي مهمة جدا، أن تطهر قلبك من الغل والحقد والحسد. يا جماعة شعبان، ازاي يعني؟ ازاي شعبان هو ختام السنة التعبدية. نطهر ازاي؟ تطهر ازاي؟ تقعد كده تجاهد نفسك، تعلم نفسك ان الناس تخرج من قلبك، الا تشغل بالك بحال الناس واشغل بالك بحال نفسك، وانشغل بعيوبك ودع للناس عيوبها، واشتغل بذنوبك ودع للناس ذنوبها. خلي بالك ليه الكلام ده؟ لان شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الاعمال والدرجات إلى الله سبحانه وتعالى، شهر بتتقفل فيه السنة التعبدية. شعبان اللي هيفوز فيه هو اللي هياخد جايزة ليلة القدر، وهو اللي هياخد جايزة المغفرة، وهو اللي هياخد جايزة الرحمة، وهو اللي هياخد جايزة العتق من النيران في رمضان. اللي هيخرج من شعبان ومعرفش يحضر أوراقه ومعرفش يجهز نفسه هيخش رمضان ويخرج وكأنه ما دخل وما خرج. لماذا؟ لأن النفوس تصدأ، فعلشان القرآن يأثر فيها والصلاة تؤثر فيها والذكر يؤثر فيه، ده محتاجين نجل الصدى ده. نجل منين؟ من شعبان. خلي بالك نجلي من شعبان. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، انا بقول الكلام ده بقى للناس اللي بتحب الصيام معايا، علشان المصطبه هقول لك على حاجه في نهايه الحلقه، بس ما احنا في نهايه الحلقه المصطبه المصطبه تقول لك اصل نازل نفصل اخر 10 ايام في شهر شعبان، ما نصومش احترام لرمضان. لا، صوم لاخر يوم في شعبان ما عدا يوم الشك بس. صوم زي ما انت عايز في شعبان. كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى قلنا لا يفطر صلى الله عليه وسلم. وبلاش نسمع فقه الطبطبه في المصطبه. هقول لك ايه بقى فقه الطبطبه في المصطبه عشان تعرف الناس المساكين الطيبين اللي بيتابعونا في كل الدول. بعتت لي واحدة والله من دولة أوروبية عبر الواتس بتقول لي: منين أجيب كتاب فقه الطبطبة في المصطبة؟ أقسم بالله هذا حدث. فأنا بوريكم بس عشان حضرتك بتقولها كتير، فهي يعني تخيلت إن ده كتاب. عشان نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العلم وعلى نعمة إن عندنا مشايخ في مصر بنسألها. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني والمشاهدين وإياك زيارة النبي العبد. آمين.